ولتسليط الضوء على التطورات في الأراضي المحتلة، معنا من إسطنبول ماهر شاويش، عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج. سيد ماهر، مرحبا بكم. يعني كما ذكرت التقارير الإخبارية، آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الحدود الشرقية لغزة، وذلك للمشاركة بمليونية العودة. لكن ما الرسائل المراد إيصالها من استمرار مسيرات العودة؟ السلام، حياكم الله. بداية الرحمة لروح الشهيد محمد جهاد سعد، نعم، الذي خط بدمائه صباح اليوم المطلب الأساسي، الحق لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل الداخل الفلسطيني، ألا وهو تحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، هو رفع هذا الحصار الظالم الجائر الذي استمر على مدار أكثر من 12 عام. أما فيما يتعلق بخصوص الرسائل، فتمت رسائل متعددة من هذه المسيرات، ربما يعني أبلغها لهذا الكيان الصهيوني بأن شعبنا الفلسطيني بعد 70 عام على هذه النكبة، وبعد يعني ومنذ عام 1976 في تاريخ يوم الأرض عندما هب أبناء شعبنا الفلسطيني في المثلث والجليل، يؤكدون الآن بعد مرور كل هذه السنوات أن حقنا في العودة هو حق راسخ، وحق يعني حقيقة لا يمكن أن يسقط لا بالتقادم ولا يمكن لأي جهة أن تتنازل على هذا الحق. هذه رسالة بالغة لهذا العدو الصهيوني، وأيضا ثمت رسائل أخرى في أكثر من اتجاه، لكن المهم أن يعي هذا العالم بأجمعه بأن الشعب الفلسطيني سيأخذ حق، وأن الشعب الفلسطيني سيبذل يعني كل ما في وسعه من دمائه ومن جراحه ومن آلامه من أجل أن يتحصل على هذا الحق الذي يعتبره يعني الذي يعتبره حقا لا يمكن أن يسقط كما قلت لا بالتقادم، نعم، ولا بتنازل أي طرف في الأرض. طيب سيد ماهر، الاحتلال رد بإطلاق نابل الغاز والمسيل الدموع والصوت وحتى الرصاص المطاطي، حتى وقع شاب فلسطيني نتيجة ذلك شهيدا. كيف ستنعكس هذه الممارسات على المتظاهرين الفلسطينيين سيد ماهر؟ هو حقيقة هذا العدو الصهيوني يحاول أن يوجه رسائل يعني ردع لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإذا لاحظنا أن الإصابات معظمها تكون غالبا في الرأس أو في الصدر، وهي إصابات قاتلة، حتى يوصل رسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني بأنه يعني يريد أن يعني بأنه سيقتل يعني سيقتل ما استطاع من أبناء شعبنا الفلسطيني حتى يردعهم ويتراجعوا عن هذا الخيار. لكن أبناء شعبنا الفلسطيني أكدوا على مدار عام من هذه المسيرات، ونحن اليوم في ذكرى مرور عام على انطلاق هذه المسيرات، أكدوا بأنهم لن يتراجعوا عن هذا الخيار، وهذا الخيار اختاره أبناء شعبنا الفلسطيني كخيار رديف للمقاومة المسلحة. اليوم نستطيع أن نختصر الصورة والمشهد في قطاع غزة بأن هناك ثمة خيارين. الخيار الأول هو خيار تجسده غرفة العمليات المشتركة العسكرية وخيار الكفاح المسلح، وخيار تجسده حقيقة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وهو خيار المقاومة الشعبية. طيب سيد ماهر، بعد مرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار، هل حققت نتائجها المرجوة؟ نعم، هذا طبعا هذا السؤال دائما يطرح عندما أبناء شعبنا الفلسطيني يشترحون أي خيار ويطرحون أي خيار. أنا أقول هذه الخيارات لا شك حققت اهدافها، او على الاقل حققت جزء من اهدافها حتى لحظه الحين، حتى نكون دقيقين. يعني من يسال ما هو الجدوى من هذه المسيرات ولماذا نقوم بهذا الخيار، انا اقول هناك تمت مفاوضات مكوكيه، وهناك يعني مشاورات بين ابناء شعبنا الفلسطيني وقيادات ابناء شعبنا الفلسطيني لتحصيل مكتسبات سياسيه والاستثمار هذه التضحيات بقضايا محدده على راسها وفي مقدمتها رفع الحصار على قطاع غزه. والآن الوفد الأمني كما تعلمون، الوفد الأمني المصري هو الذي يقوم بهذه الجولات التفاوضية، وهناك دائما خط متواصل بين هذا الوفد وبين يعني العدو الصهيوني وبين قيادة الفصائل وقيادة المسيرات. نحن على ثقة بأن قيادة هذه المسيرات وبأن قيادة حتى الفصائل المقاومة هي يعني تبذل كل ما في وسعها حتى تحقق استثمارا سياسيا كما قلت في مقدمته رفع الحصار. وأيضا هناك ثمت مطالب أخرى، نحن نقف خلف هذه القياده لهذه المسيرات وللغرفه المشتركه حتى تحقق هذه الاهداف. سيد ماهر، بدا اضراب شامل في قطاع غزه كما سمعتم في الاخبار بمناسبه ذكرى مسيرات العوده التي تتزامن مع يوم الارض، لكن هل ستسهم هذه المسيرات وهذا الاضراب على الوضع في غزة أو الضفة الغربية على وجه التحديد، وهناك تصعيد صهيوني خطير ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة؟ هو أولا فيما يتعلق بالتصعيد الصهيوني، هذا التصعيد الصهيوني أنا أعتقد أنه يعني هناك حالة من التردد عند نتنياهو، لا سيما أن هناك ثمة حسابات سياسية متعلقة في الانتخابات القادمة في 9 نيسان أبريل القادم، ولذلك هو يحسب الأمور بدقة، لا يريد أن يصعد أكثر في هذه الجولة. هو يريد طبعا ان يلقن المقاومه درس وان يوصل درس قاسي للمقاومه، لكن لا تزال صوره
صوره الباص الذي يعني اخترقه صاروخ الكوريت في الجوله السابقه ماثله امامه، ولا تزال ايضا استقاله ليبرمان ماثله امام نتنياهو باعتباره الان نتنياهو رئيس وزراء ووزير للدفاع، فهو متردد في اتخاذ اي قرار في التصعيد بشكل قوي، وايضا يريد ان يوصل رسائل للناخب الاسرائيلي بانه قادر على ضبط منظومه الامن وتحقيق امن لهذا الناخب، لذلك فهو متردد في التصعيد. ماهر شاويش عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج، شكرا جزيلا لكم.